Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regress. I've become a little stronger now. A little stronger now. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ من يومين كنت نزلت ستوري على الانستجرام وقلت لكم اللي عنده اي اسئله اكتبها لنا وهنجاوب لكم عليها. معانا النهارده منير كريم ومصطفى، وبرده اللي ما يعرفهمش، مع ان مفيش حد المفروض يكون ما يعرفهمش، هم هيقولوا لكم هم مين. يلا كريم. لازم ده المايك مثلا كامل. ماشي. كريم عبيد، انا بمرن بقالي 15 سنه فيتنس. غيرت الاتجاهات بتاعتي في التمرين كذا مره، كل فترة على حسب السيزون بتاعها. ان شاء الله هجاوب على اي اسئلة اقدر اجاوب عليها، وان شاء الله ساعدكم في الاجابات، واي حد برضو عنده اي سؤال تاني ان شاء الله هنعمل برضو حلقات تانية مع بسيوني ونظبط الدنيا. معروفة. وانا منير كونسوا، كنت بلعب جمباز. صدق من يوم ما عرفتك ما مش عارف الاسم ده. كونسوا مصري يا جماعه، عشان بس القدره دي ناس كتير قوي بتفتكروا امريكي، هو مصري من باسبوريو موجوده. بس عملت بي سي ار، عملت. وبقالي برضو 10 سنين بمرن، وبرضو طريقه تمريني مختلفه شويه وبتتغير حسب برضو الاتجاه اللي انا عايزه في المرحلة دي يعني، وبرضو هجاوبكم على اي حاجة. احمد. انا مصطفى مرسال، مدرب لياقة بقالي 14 سنة، واصلا كنت سباح في منتخب مصر سباحة الزعانف، بس موجود معاكم النهاردة ومن الامارات. خلينا نشوف الدنيا فيها ايه. يلا بينا جدعان نبدأ بأول سؤال. واحد يعيب قوي كده. اول سؤال من عمرو ناصر، لو راحت عليا نومه وما خدتش احتياجي من الكالوريز والبروتين، عادي ازود كميه الاكل تاني يوم حتى في التنشيف؟ خش شتيف، خش يا معلم. يعني اعتقد مرحله التنشيف شويه انت الوقت بقى معاك حساس، لان انت المفروض حاسب الكالوريز بتاعت كل يوم، فلو راحت منك حاجه في يوم يعني المفروض الجسم ما يبقاش فاهم ان انت هتدخل كميه كالوريز اعلى تاني يوم. فانت لو مظبط الوضع ان انت مثلا، لو افترضنا على سبيل المثال ان انت بتاكل مثلا 2000 كالوري كل يوم، فانا ما ينفعش النهارده مثلا كلت 2000 مثلا، سوري من 2000، لو انا كلت مثلا 1600 يبقى انا فاضل لي 400، يبقى تاني يوم هروح ناطط انا واكل 2400. انت كده بوظت السايكل شويه. فلو يوم وقع منك، حاول تكمل على قد ما تقدر نفس من تاني يوم، انك تمشي في السايكل المظبوطه بتاعتك، ويوم عدى وفات يعني مفيش حاجه هتحصل ان شاء الله. حد عنده؟ أقول طبعا انا بزود على كلام مصطفى، وجهة نظري بس ان دلوقتي لو انا الفاصل من السيستم بتاع الجسم حتة النوم، عشان في فترة طويلة قوي جسمك ما بيدخلهاش اكل، فانت اليوم بتاعك مش بيتحسب بتاني يوم. هو انت المشكلة كلها ان انت بيبقى اليوم فيه مجهود كتير وبتحرق كالوريز معينة وبتنام، فبيحصل ريكفري لجسمك، فالريكفري دوت بيبقى محتاج ان جسمك يكون اوريدي واخد احتياجاته كلها، تمام؟ فمعنى ان انت ما راحت عليك الوجبات، هو اللي هيحصل حاجة معينة، ان انت اولا مش هتزيد فات، فانت في حتة التنشيف هتبقى مش بتزيد، مش بتدخن فات. اللي هيحصل لك بس ان انت الماسلز بتاعتك شوية هتقل، تمام؟ فانت لو كلت تاني يوم كويس وتمرنت، الماسلز مش هتكون بقى وقعت خلاص، لا هترد تاني، تمام؟ فانت حاول اليوم اللي بعده تحافظ، لان انت الماسلز هتقع خالص لو انت قعدت 3-4 ايام ما تدخلش احتياجاتك كلها. بالظبط كده. انما لو يوم واحد واليوم التاني دخلت جسمك احتياجاته وزودت شوية الكالوريز شوية عشان تعوض الماسلز اللي هي اللي انت قللتها، لان انت دي تغذية جوه الماسلز اللي قلت، مش الفايبر نفسها، لان الفايبر انت بتمرنها بتسترتش الفايبر نفسها، فانت بتاخد وقت قوي عقبال ما تخس الحجم. انما لو انت رجعت غذيته تاني يوم خلاص كل حاجة بترجع مكانها تاني. بس حتة ان انت في فترة التنشيف راحت عليك الوجبة، انت كيكا مش هتدخن فات، ودي حاجة مش هتضرك خالص. يعني الاجابه ان ما ياكلش تاني يوم يزود يعني. الاجابه ان هو تاني يوم ياكل السيستم بتاعه عادي خالص، لان هو لو الغلط ان هو يستمر في ان هو يبقى ده العادي بتاعه. بالظبط، نقلل الكالوريز بتاعته. طيب السؤال ده يا جدعان جاي لي انا مخصوص، معلش يا جماعه. يلا يا باشا. سؤال من سيد باشا، هو الواحد لو صفر
يا سلام سيد باشا. هو الواحد لو صفر يوصل لمستوى حضرتك في قد ايه؟ بص هو مبدئيا كده يعني بلاش جو حضرتك ده مبدئيا يعني. بص الموضوع بيفرق من شخص للتاني، يعني ممكن مثلا واحد جيناته تكون احسن من واحد تاني. فخلينا نقول مثلا انا واحد بتمرن بقالي 15 سنه، بس هقول لك ال 15 سنه دول مش كلهم ملتزم، فمش هقدر مثلا اقول لك ان انا وصلت للي انا فيه ده في قد ايه، لان كان عندي مثلا 10 سنين اللي هو بروح مقطع مثلا 5 سنين ملتزم وهكذا. فالفكره كلها ان انت اعمل بس اللي عليك كتمرين كاكل كنوم كل حاجه عاملها صح، ركز انت يكون في بروجرس في التمرين بتاعك، مظبط اكلك وبتعمل السايكلز بتاعتك، سايكلز اكل مش سايكلز ماشي عشان بس ايه ما تديناش في داهيه. ظبط بس الكلام ده كله وما تفكرش بقى انا عايز ابقى زي ده او مش عايز ابقى زي ده او كلام من ده، دايما بص ان انت تبقى احسن من اللي انت فيه وما تقارنش نفسك بحد. على فكره هو ممكن يبقى التطور بتاعه اسرع مننا، ممكن تبقى احسن مننا بالظبط، لان اولا احنا برضو في بداياتنا يعني انا ما كنتش بلعب رياضه مثلا، يعني كنت بلعب رياضه عاديه خالص، بس ما دخلتش الجيم غير متاخر قوي، يعني دخلت وانا 18 او 19 سنه، ما كانش في عندنا اي سورسز لاي بالظبط. دلوقتي الموضوع متغير خالص، بقى في كوتشز كتير، بقت الموضوع حته الجيم دوت الدنيا اتغيرت فيه، المنتاليتي نفسها اتغيرت في كل العالم، الجيمات نفسها اتغيرت فانت كل حاجه بقت سهله، كل حاجه بقت بتاع انت اهم حاجه تمشي تلاقي حد ياخدك للطريق الصح، فانت هتلاقيك ممكن تاخده اسرع مننا اصلا. يعني انا دلوقتي مثلا عندي 34 سنه، انت ممكن تعمل حاجه احسن وانت عندك 28 سنه، انت هتاخد كل المعلومات اللي حد عملها قاعد يدرسها 15 سنه انت بتاخدها اصلا في سنه ممكن تخلصها. كل حاجة دلوقتي بقت اسهل، احنا كل حاجة عدينا فيها كنا بناخد وقت، كنا بناخد مجهود كتير قوي عشان نوصل للمعلومة، ما كانش حد بيقول لنا برضو البلد ساعتها وكل البلاد ما كانش حتة الجيم دي برضو كانت المنتاليتي نفسها مش عالية. بس كده عندك اي رأي؟ يعني انا بقول كريم خد الفيديو كله. لا انت ما تقولش ما تقولش مفهوم بتاعنا يا جدع. بص يعني هو حلو ان انت حلو ان انت يبقى عندك يعني هدف وان انت شايف واحد في مستوى ممتاز. شكرا. وان انت متنفخش قوي. فحلو ان انت تبقى شايف حد مستوى حلو وان انت عايز تقرب منه، بس انت دايما لو حاطط لو انت شايف نفسك صفر، وما اعتقدش ان انت صفر طبعا انت احسن من كده، ان انت تبقى هتحط لنفسك اهداف والاهداف دي تقدر تحققها، وبعد ما توصل لكل هدف تبدا تحط هدف تاني جديد، هتبدا توصل من نفسك لمراحل احسن. وحلو ان انت تبقى اسرع حد ان مستواه حلو وعايز تقرب منه، بس يعني عشان الموضوع ما يبقاش محبط ليك وتبقى شايف حد بعيد عنك قوي، يعني خلي الطموحات تبقى على الاقل ايه واقعيه شويه، ان انت تحط لنفسك تارجت معقول وتحط له فتره زمنيه معينه وتحاول قد ما تقدر تشتغل انت توصل للتارجت دوت، وبعدين تبدا تبص على تارجت اعلى واعلى واعلى لحد ما ان شاء الله توصل لمستوى ممتاز. والموضوع بياخد وقت، فهو يعني الفكره ان انت تبقى صبور ويبقى عندك فعلا الاستعداد النفسي والذهني ان انت تبقى جاهز انك توصل للمرحله دي. بيبوظ البطل يا مان، انت باين يا مان بتضيع الكول. ترايف انت هو عامل كده منير، ما انت بص ما شاء الله يعني. سؤال من اوفيشال انس رمضان، وات از ذا بيست 3 داي سبليت تو هيت اول ماسلز جروب توايس؟ يعني ايه اكتر سبليت او احسن تقسيمه للجسم على مدار 3 ايام؟ انا شايف ان هي يا اما تبقى بوش بول لجز يا اما تبقى فول بودي، والاحسن ان هي تبقى فول بودي عشان انا رايي ليج لجز بس. في ابر بقى الاحسن ان هو يبقى فول لو بنتي يعني لو انت بنتي يبقى فول بودي عشان تلحق تبقى انت عملت كل عضله، ما انت الفول بودي بتمرن كل عضلات جسمك في نفس اليوم، فانت ثلاث مرات فانت مرنت جسم كله ثلاث مرات، فده احسن حاجه مناسبه لو انت عدد ايام تمرينك قليل يعني. طب ما تجاوبه انجليزي بقى. طب لو هو مبتدئ لا ما هو انس رمضان، انس رمضان يعني لو هو مبتدئ بتنطط علينا يعني. هيبقى حلو ان هو لو هو مبتدئ ان هو ياخد الجسم كامل برضه ياخد فول بودي. لو هو متقدم انا متقدم انا يعني بوش بول ليج كويس بوش بول ليجز او انا رايي بيخش ابر لور ابر لور. هو عايز يعني ابر ليا رايي في حته ابر يوم لور يوم ابر لور يوم فول بودي يعني. ماشي اوكي انا ممكن برضه دي حلوه. انا ليا رايي برضه في حته المتقدم او بيجنر او الكلام ده كله. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. انا رايي برضه ان انت موضوع ان انت واحد بيجنر او واحد ادفانسد
بتفرق معاك على حسب الفوليوم بتاع التمرين. يعني انت مثلا لو واحد الفوليوم والانتنسيتي يعني بالظبط. يعني انت لو واحد بيجنر مثلا ممكن مش شرط ان انت تعمل مثلا 24 ست للمسل يعني. صح ده قصدي. ممكن يعني تعمل جروب المسل يعني السيتس نفسها والفوليوم بتاع التمرين يكون اقل شويه. يعني مثلا ممكن واحد ادفانس مثلا يروح النهارده يعمل 12 مجموعه تشيست مثلا على حسب كذا تمرين. يعني ممكن واحد تاني يعمل على مدار الاسبوع مثلا ادفانس شويه يعمل 24 يعني. على هو انا كان وجهه نظري في الموضوع ايه, ان انت لما بتقول مثلا فول بودي او بوش بول ليجز, انا بقول ان الناس اللي دايما مستواها متوسط فيما تحت يعني مبتدئ المتوسط, الاحسن انه ياخد الفول بودي لان هو كده كده مش بيقدر يلعب باوزان تقيله قوي. صح فما صح بيقدرش صح يوصل للمسل اكزوشن اللي تقعده 3 4 ايام مش قادر يشتغل على نفس العضله. زي ما معظم الناس انما الاول تروح تعمل ديد ليفت وسكوات فده يقدر يستمر عليه لفتره كويسه, انما انت مستواك متقدم انت هتقدر تشيل اوزان تقيله وهتقدر صح تعمل ريبس عاليه, فهتقدر ان انت يعني السبليت اللي هي بتاعت بوش بول ليجز دي هتبقى بالنسبه لك واقعيه اكتر. صح. لان انت لو لاعب تشيست تقيل او لاعب كتف تقيل انت محتاج 4-5 ايام عشان تعرف تهيت الحته دي تاني. فبيبقى السبليت هنا احسن في الحته دي بالظبط. وبعدين انا رايي برضو في المايك مش مايك وبعدين وبعدين بس بحب انا اخش كده في الجنب. وبعدين انا رايي كل الكلام اللي انت سمعته ده صح, فانت لازم كل فتره انا كنت حاولت والله لسه هاري هاري كل الكلام اللي انت سمعته ده كل الكلام اللي انت سمعته ده صح. انت اللي هيحصل ان انت تمشي على كلامي فتره معينه بعد كده تنقل على الكلام ده عشان جسمك يحس بتغيير, لانك انت لو انت عملت كلام واحد بس نفس الحاجة يبقى انت جسمك بيعمل ادابتيشن عليها وهيوصل لفتره معينه. راجل دبلوماسي بدا لك تبدا بكلامي. شكرا. امشي على كلامي. حلو خش على اللي بعده. انا هاخد كام في الحلقه دي. طيب السؤال اللي بعده من بيتر نبيل, افرق ازاي بين الميه زياده في الجسم والدهون او الجلد زياده؟ طيب هي اسهل واسرع طريقه ان انت تعمل التيست اللي هو اسمه البي ام اي تيست. ده انت بتروح مثلا عند اي حد من اللي هم متخصصين التغذيه, بتقف على الماشين بتاخد مثلا 10-15 ثانيه بتعمل بادي سكان كامل وبتدي لك ريبورت بتقول لك نسبه الميه نسبه الدهون نسبه العضلات نسبه الاملاح. فدي اسهل طريقه. لو في ناس كتير بتستسهل بس عشان تبقى عارفه بالظبط ان بادي من الاخر ان بادي تمام بس. وفي بقى ايه طرق بقى ازاي تبص على نفسك تقيم تبقى انت عارف الدنيا فيها ايه. قلنا كابتن مونير في طريقه بعد اذنك كمان شوارعيه شويه شغل عربجه اللي هو لو انت مثلا في حته حاسس او تقرصها ولو عملت بتعمل علمت. زي لو علمت يبقى دي فيها ميه كتير. دي بتعملها في اي حته في جسمك وتعرف منها فعلا سواء ده ميه او بمنتهى البساطه يعني استك الشراب بس بجد هو الميه فعلا لما بتعلق لما بتبنش وبتعلم ده ميه بالزبط. مليون في الميه. دي برضه انت هقول لك ممكن تحسها يعني. امتى مثلا لما تبقى مثلا واكل اكله مثلا من بره بيتزا مثلا او حاجه تاني من الصبح لما تصحى مثلا لو انت لابس خاتم او دبله هتلاقيه ما بيطلعش من ايدك قوي. هتلاقيه ممكن بيعلم في ايدك كمان. بالزبط. ده معناه ان في ووتر ريتينشن. بالظبط. في بس نقطه انا عايز اقولها يعني دي عن تجربه لان انا كنت في الحته دي قبل كده. موضوع الميه والدهون, موضوع الميه هو في ناس كتير شاغل دماغها زياده عن اللازم. هو موضوع الميه مش هتخليك تخين يعني الميه اصلا بتبقى نسبه بسيطه الا لو لو انت عندك يعني الا لو انت عندك مشكله عندك مثلا حاجه زي الديما او حاجه زي كده جسمك بيعبي ميه زياده ودي بتبقى مشكله مثلا في الكلى في القلب قصص تانية. لكن الميه ما تخليهاش تشغل لك دماغك قوي. في حاجه تانية برضو موضوع الميه. انا دايما لما كنت بدا اخس في الاول ايام كنت اوفر ويت زمان كنت دايما كده اجي امسك الجلد كده تلاقي فيه زي كور صغيره بتلعب كده. انت من الاخر الكور دي هي دي الفاتس يعني هي الفات سيلز بتبقى عامله كور صغيره تحت الجلد كده. موضوع بقى الجلد انت عايزك تبقى عارف ان انت كور ازاي. بص امسك كده نعمل تيست. ما مفيش يعني لا عملت كده اعمل كده ولا اي حاجه عشان ما عنديش فات. انا شفت بقى إلا انا زيرو فاز لا والله بكلمك انا عايز ده لا بلاش دلوقتي انا قلعت اودي الدنيا منك شوبر بري. طيب بص في حاجه تانية عايز اقول لك عليها. موضوع الناس بقى اللي بتقول لك لا يا عم انا ده مش فاتس ده جلد. الجلد عمره ما يكون السكنس بتاعه قد كده يعني. انت لو انت عندك اكسترا سكن وده الجلد بس اللي باقي هيبقى قد كده هيبقى زي ده هتلاقيه في بطنك هتلاقيه في حته. لكن لو انت مسكت مثلا بطنك ولقيت ماسك حته قد كده مفيش جلد في الدنيا بالسكنس ده يعني. صح. فدي اكيد فيها فاتس بس كده. مستر كريم لازم تعدل علينا في الاخر. لا مش عدل انا بس بقول رايي بس يا جماعه. لا بص يا بيتر صح ماشي. بص يا بيتر
انا رايي ما ترخمش نفسك بالفات والجلد والميه والكلام ده كله. هي لو فات هتعمل كارديو وميه، هتشرب ميه كتير، الميه هتنزل، هتاكل حط في السلطات بتاعتك بقدونس والحاجات دي، هتلاقي الميه نزلت، واعمل كارديو وخلاص. الجلد بس هو اللي هيبقى فيه مشكله، والجلد دوت هتقدر تقفشه لو انت اوفر ويت وخسيت قوي، هتلاقي الجلد مكشكش شويه كده وشكله متغير بالظبط. ده حله الوحيد جراحه، او ان انت طبيعه جسمك بيرجع يسترتش، يعني الجلد يرجع عادي خالص. أو تمام، او مكان مثلا تعرف تكبر المسل دي في زي دراعك او كتفك، هتعرف تملى المكان اللي فاضي ده بالظبط. فانت ما ترخمش نفسك بالكلام ده خالص، انت اعمل الكارديو واشرب ميه كتير، هتلاقي الموضوع ده خلص. بس لو ما حته شرب الميه الزياده، لو انت عندك ووتر ريتينشن، عشان الناس فاكره ان يبقى عنده ميه زياده بيشربش ميه. ماشي ماشي. بص، هو بالنسبه لازم تبقى فاهم ان الجسم ده ربنا خلقنا ان احنا الجسم بيبقى فيه حته في المخ كده بتتعامل مع المتغيرات اللي جوه اللي بتحصل لنا من بره. يعني ايه مثلا؟ يعني لو انا بمشي بصوم مثلا، تمام، هتلاقي جسمك اول 4-5 ايام بيتعب، وبعد كده بيعمل ادابتيشن على نظام الاكل، ان انت بتاكل الساعه 6 وبتتسحر الساعه 12 مثلا ولا واحدة، فبتفضل بعد يوم الخامس ما بتحسش بالجوع اصلا. نفس الكلام في الميه، لو انت بتشربش ميه خالص هتلاقي جسمك بيحوش الميه وبيبتدي يخلي الجسم يستهلك ميه اقل، فبيعمل ووتر ريتينشن مع اي كوبايه ميه بتشربها. فانت لازم تعمل ايه؟ تاكل كتير، هتلاقي جسمك بيتعود ان انت بتحرق كتير، كلت قليل جسمك هيحرق اقل. هتيجي تشرب مية، تشرب مية كتير جسمك هيخرج المية، مش هتشرب مية كتير جسمك هيحوش المية. بس كده. طيب، سؤال من محمد منصور، ايه المواصفات اللي بيحتاجها المدرب عشان يتقبل من حيث كل حاجة في الجيم؟ في الجيم يعني. تمام. انا رأيي ان انت ما تبصش لجيم معين، ما تبصش لمكان معين، حاول تشتغل على نفسك لحد ما يبقى المكان هو اللي عايزك تشتغل عنده. فانت اشتغل على نفسك قوي، ادرس كل الكورسات اللي ممكن تقدر تساعدك ان انت تبقى مدرب شاطر. حاول تبين شغلك، تبين شغلك دلوقتي في وسائل كتير، في ان انت السوشيال ميديا تستخدمها، تبتدي تتعايش في تبقى تعمل تمارين، تعمل الكلام ده كله، الشيب بتاعك يبقى كويس، هتظبط السيستم بتاع حياتك ان انت مركز في الحته دي، عايز ابقى مدرب فهبتدي احط مجهودي كله في الحته دي. هتلاقي الاماكن هي اللي بتدور عليك، مش انت اللي بتروح. كل ما يبقى مميز في حاجه كل ما الناس هتعوزه، يعني بالظبط في حاجه بسيطه بالزبط. جدا بس يبقى مميز فيها يعني بالظبط. فمفيش مكان دلوقتي كويس بتلاقي حد بيبعت له بيقول له تعالى، لا، هو المكان بيبقى اوريدي اللي ظاهر واللي هو بيبقى شغله باين والكلام ده كله بيبقى هو عايزه. صح. المكان بيبقى هو اللي عايزه، بس كده. فانت حاول تركز على نفسك قوي واشتغل على نفسك قوي، هتلاقي اي مكان في الدنيا عايزك تشتغل عنده. سؤال من درة اشباك، اكيد ده مش الدرة بتاعنا يعني. بتتعامل ازاي مع اصحاب المصالح؟ ايه وتعمل ايه مع اللي ظلمك؟ واعتقد الجست شعراوي العظيم. ده السؤال يعني غلط. السؤال اصلا يعني انا حاطط مبدئيا كده، حاطط صوره الناس اللي معايا في الفيديو اصلا يعني في الستوري، ده رقم واحد. بس السؤال ده لا، متهيألي السؤال ده في يعني بتهيألي. بص، اصحاب المصالح الناس دي ما بتظهرش لما تكون عايزه منك حاجه. ده الراجل هيجاوب بجد. لا 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 ده الراجل هيجاوب. بس يا برو، الناس الناس بتاعت المصالح ديت دي لازم تبعد عنها وفورا. الناس دي توكسيك زي ما بتقولوا. صح صح يا باشا. اللي مش ما بيظهرش في حياتك الا لما يكون عايز منك حاجه، ده لا لا لا، الناس دي صعبه، الناس دي صعبه وهتاذيك قدام، فاهم؟ فانت الاحسن انت ايه، حتى لو في منهم مصلحه دلوقتي قريب. يعني انا عشان عندي سبسكرايبرز على اليوتيوب وكده، فضلوا يقولوا عايزين نصور معاك فيديو. شفت ازاي؟ وانا قلت لهم جاي برشوت النهارده. هو انت ما اتحطيتش اصلا. سؤال من الجوهري، ليه لما ببلك ما بشوفش نتيجه بسرعه زي التنشيف؟ دي يعني اجابتها معروفه، بس مين يجاوبها؟ مين عايز يجاوبها؟ عادي، ممكن كلنا نجاوب. هو انا من رايي يعني، ومش رايي، هو ده هي موضوع كده يعني. هو انت تخسر دهون اسرع بكتير من انت تبني عضلات. يعني دايما الناس بتركز دايما انها عايزه تنشف، مع ان التنشيف اسهل بكتير من انت تبني عضلات، بالذات لما تكون سنك صغير. في ناس كتير قوي هي سنها صغير كل التارجت بتاعها انها عايزه تشوف سكس باكس، مع ان سنك وانت صغير. طبعا مش هقول لك لو انت واحد كان وزنك زياده تبدا تعمل بلك، لا، بس انت لو واحد سنك صغير وعايز تبدا تبني جسمك،
ركز على ان انت تبني عضل اهم بكتير من ان انت تنشف، لان التنشيف في برضه كمان حاجه غلط. الناس لما بتيجي تعمل بالك بيعمل مثلا بالك شهر شهرين ويفتكر ان هو هيلاقي نتيجه. هو البالك لازم على الاقل مثلا 9 شهور عشان تبدا تلاقي نتيجه. لو انت ناتشرال وما بتاخدش اي حاجه فانت محتاج معظم السنه، ممكن محتاج سنين تبقى بتبالك عشان يبدا يبان عليك، مش لا عشان يزيد كيلو مصل 2 مصل. طبعا ممكن ياخد وقت كتير، انما التنشيف انت هتمسك دايت وهتعمل كارديو هتخس على طول. انا اصلا على فكره طب كمل لا بس لا لا كمل ما هو ده اللي انا كنت هقوله. اكمل والله لا انا اصلا يعني بشوف ان انت يعني المفروض اصلا لو انت واحد لسه داخل الجيم تقعد حياتك كلها اصلا تعمل بالك وتقسمه ميني كاتس في النص. ما تركزش اصلا انت تنشف تنشيفه اللي هو انا عايز اعمل 8% فات. ليه اصلا ليه عايز توصل 8% الارقام دي؟ يعني انت افضل عشان السكس بس يا جدع. ما انت ممكن عشان السكس. انا بجد والله بشوف ان انت دايما افضل اطلع لل... لا والله بجد انا بشوف ان انت دايما افضل طول حياتك بتعمل مركز ان انت بتعمل بالك وبتبني عضل 3 سنين مثلا، تفضل دايما تلعب في رينج ال 12 ل 15 10 ل 15 مثلا بودي فات. كل ما تحس انت هتعدي 15 تعمل لك ميني كات شهر مثلا وترجع تكمل بولك تاني. ركز انت تبني عضل، ولما تحس ان انت خلاص جبت على الاقل قريب قوي من البوتنشال بتاعك كواحد ناتشرال يعني اللي انت مثلا ممكن تجيبه في 3 4 سنين مثلا، ابدا بقى ساعتها اعمل كات. ابدا بقى ساعتها لما تعمل كات شديد شويه ابدا شوف نقطه الضعف اللي عندك وظبطها. ده بعدين على حسب طبيعه برده جسمه. يعني ممكن انا مثلا هارد جين، يعني هارد جينر بالظبط، يعني اصلا بقات بسهوله، لا بقات بسهوله وبجين بصعوبه. في واحد تاني بيبقى عكسي، انا بجين ممكن يجين بسرعه بالظبط. فانت الموضوع مش معتمد على، يعني معتمد على حاجات كتير جدا، انت برضو على حسب طبيعه جسمك. فانت برضو لو انت بتنشف بسرعه والبالك بتاعك بيبقى بتاع، قول كويس، لان انت برضو هتلاقي جسمك بيبقى لين، العضلات بتاعتك بتبقى ظاهره، الكلام ده كله. لو انت العكس بتزيد ماسلز اكتر برضو هتتعب في التنشيف بس بتزيد ماسلز بسرعه. فكل واحد ليه مميزاته وليه عيوبه. انت فهمتني؟ انت بقى بتحاول تعافر في حته اللي جسمك عيبه ايه، فانا لازم اعالجه بالظبط حسب البادي تايب. بالظبط طالما انت البادي تايب يعني بتاعك يعني نحيف تمام يعني لازم التاتش. اصحاب المصالح البادي تايب الولد ده بتاع مصالح. سؤال من يوسف فكري اقوله على السريع كده، بتشتغل ايه؟ ده ليه انا طبعا اشتغل ايه بقى؟ تاجر بغال. لا يا جماعه انا كنت مهندس مدني. جبنا رومي. انا كنت مهندس مدني من 2009 ودلوقتي انا بقيت خلاص سبت الهندسه وهسيب لكم فيديو فوق هنا او هنا بحكي لكم فيه القصه كلها يعني عشان عايز اشوف الفيديو. واحنا الاربعه بنعمل بيرسونال تريننج. انا تاجر بغال. بتشتغل ايه وانت بتشتغل ايه؟ انا على باب الله كده معانا عربيه على البحر بنبيع تنشوكي. ما انا عشان الفيديو اللي فوق ده يجيب فيوز زياده شويه فاطلعوا شوفوا الفيديو بقى مش هتكلم. صح كده خليك برضو بتاع مصالح يعني. في لسه يا جماعه اسئله ثانيه كمان بس هناخد ده اخر سؤال وممكن نبقى نكمل بقيه الاسئله في الفيديوهات الجايه. من سؤال من احمد الوكيل، ايه تمارين الرجل اللي عنده تقوس خارجي في الساقين عشان ده مشكله في التمارين؟ مين؟ لا يعني لو انت عندك تقوس ساقين العظم اصلا خلاص قافل كده مفيش اي مشكله عندك في التمارين بتاعتك، اي تمارين هتعملها عادي خالص، سكواتس كل الكلام ده. اللي انت هتاخد بالك منه بس ان التمارين تتعمل بتكنيك كويس عشان ما يحصلش اي مشاكل في الاربطه بتاعت الركبه. بس لو انت عايز تتكلم ان انت تعالج الموضوع ده بعد ما هو اتعمل من العظم نو واي. خلاص هي حاجه العظم قفل وكبرت على الوضع ده فخلاص نوين ان هي تتغير. حته ان انت تبقى فاكر مثلا ان انت بتيجي تعمل سكوات فرجلك هتبقى معوجه كده، لا هي مش خلاص، هي جسمك اتعود وظبط نفسه وظبط كل حاجه على الوضع ده. انت بس هتبتدي تاخد بالك ان الاوزان بتاعتك ما تبقاش زياده لدرجه ان انت تبتدي تحمل على اربطه تانية. بس كده بس كده يا جماعه كده خلصنا الفيديو وهسيب لكم الاكونت بتاع كريم ومنير ومصطفى تحت هنا، واللي حد فيكم اتدرب معايا اونلاين يبعت لنا بس ما يبعتش لحد فيهم خالص. الوحيد اللي عنده اونلاين تمام كريم. بس كده يا جماعه اشوفكم الفيديو الجاي. سلام سلام سلام.